داخلين على الدراسة بقى والكليات والحركات، عاوزين بقى نبقى داخلين يعني ولو مرة واحدة في حياتنا مستعدين بحاجة، مش لازم دايما نذاكر ليلة الامتحان. طب إيه؟ نخش مستعدين بإيه السنة دي؟ خلينا نعرف اسم الكليات بالانجلش ونعرف ننطقها صح ونظبطها. احنا بنقول فاكولتي يعني كلية، زي مثلا كلية تجارة فاكولتي اوف كوميرس. في مشكلة بقى، ما تقولش فاكيوليتي، يعني واخد بالك فاك يو يعني مش هعلم ونشتم كمان يا جدعان. Shut your fucking mouth! اوعى زمزم حد شبه ايه اللي فاكر دي اللي عارفها بالافلام الاجنبيه، مش انا اللي اتقال يذهب للجحيم يا بكر. قول فاكولتي، فاكولتي اوكي، فاكولتي اوف كوميرس. خد بالك بقى في الامريكان انجلش او في النظام الامريكي في التعليم، الكليه عندهم مدرسه. لو عاوز مثلا يقول كليه حقوق ما يقولش فاكولتي اوف لا، يقول لا سكول او سكول اوف لا. ف يعني عشان لو مثلا دخل على موقع مثلا الجامعه الامريكيه ولا حاجه ما تتلخبطش لو لقيت مكتوب سكول بدل فاكولتي. لو انت عاوز مثلا تقول انا لسه طالب في كليه طب مثلا، I'm still a student at the faculty of medicine. تمام. لو عاوز بقى تحط قسم معين بتقول مثلا in كذا section او department زي ما انت عاوز، بس بتستخدم مع الكلية ايه؟ at، وبتستخدم مع السكشن او الديبارتمنت اللي هو القسم بتستخدم معاه ان. تعال بقى نبتدي مع اشهر اسماء للكليات. نبتدي بكليات القمه والناس الدحيحه، احلى مسا عليهم. فاكولتي اوف ميديسن، كليه طب. فاكولتي اوف انجينيرنج، كليه هندسه. فاكولتي اوف فارماسي، كليه صيدله. كليه طب اسنان، يا اما تقول فاكولتي اوف دنتستري اور تقول فاكولتي اوف دنتال ميديسن، فاكولتي اوف دنتال ميديسن. من كليه الطب البيطري، فاكولتي اوف فيتيناري، مش لازم تنطق الار الاولانيه، فاكولتي اوف فيتيناري ميديسن. عندنا كمان فاكولتي اوف ساينس، فاكولتي اوف ايكونومكس، وما تقولش ايكونومكس، فاكولتي اوف Economics and Political Science، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دي الكليات اللي هي فوق شوية. ممكن برضو Faculty of Archaeology، كلية الآثار. أوكي، Faculty of Archaeology، CH هنا بتتنطق ك. Faculty of، ما تقولش Law، لأن يعني كلية حقوق الـ AW بتتفتح، بنقول Faculty of Law، لأن أنت لو قلت Faculty of Law يعني كلية الوطين. Don't say that، قول Faculty of Law وبهبل كده، أوكي؟ افتح بقك، Faculty of Law، أوكي؟ Law. طيب، عندنا كمان Faculty of Commerce، ما تقولوش Commerce، مفيش شد يا جماعة، مش معنى في 2M كلية تجارة، عشان دي أنا خريج كلية تجارة، كلية الشعب. Faculty of Commerce. عندنا كمان Faculty of Arts، Arts ما تقولوش Artists، Faculty of Arts. والجدير بالذكر ان كلية فنون جميلة، اوكي، ما تقولوش Sweet Arts، يعني كده فنون الحلوة. رسمك حلوة قوي يا معلم، انت خريج فنون حلوة؟ اسمها Fine Arts، The Faculty of Fine Art. طيب، كلية تربية طبعا Faculty of Education، دي أول حاجة، دي كلية التربية العادية. طبعا عندنا كلية تربية نوعية اسمها Faculty of Specific Education، Specific Education. عندنا كلية تربية رياضية Faculty of Physical Education، والناس لما بتخرج بعد كده بيسموا PE teacher، اوكي، جاي من Physical و Education أول حرفين. عندنا كمان كلية، مثلا لو في كلية تعليم أساسي اسمها Faculty of Fundamental or Fundamental، لو هنقولها American Faculty of Fundamental Education. ننزل بقى تحت شوية بس حبايبنا برضو، كلية خدمة اجتماعية، اوكي، Faculty of Social Work. lecture، محاضرة، ما تقولوش lecture زي ما بنقول احيانا بكتشر، هي lecture، محاضرة. عندنا كمان دورم اللي هي سكن الطلاب والطالبات، اللي هي اختصار لدورميتوري. كلمتين كمان بنغلط في نطقهم جدا، وقالهم لي الكاميرا مان هنا عمرو، احب اشكره. كلمة term، اوكي، الاي ار في الانجلش احنا بنقولها ترم، بنكسر الاي ار خالص، ضم الاي ار شويه في الانجلش، ترم وميد ترم. تيتشنج اسيستنت، تمام، ده المعيد، او ممكن تقول عليه
ديمو اللي هي اختصار لي ديمونستريتور. وديمو اسهل بقى، ازيك يا ديمو، عامل ايه يا ديمو، اخبارك ايه يا ديمو، ممكن تصعب عليه. اوكي اسيستنت ليكتشر يعني مدرس مساعد، وده بعد ما بياخد الماستر والماسترز ديجري يعني درجه الماجستير. وبعد كده بيبقى مدرس او بنسميه محاضر ليكتشر، او انتوا بتسموه دكتور ليكتشر. بنخش على استاذ مساعد واستاذ، استاذ مساعد اسوسييت بروفيسور واستاذ بروفيسور، وما تقولوش بروفيسور ولا ضغط على المقطع اللي في النص. ف بروفيسور او عميد الكليه باسمه دين، دين دي اي اي ان. باقي اخر حاجه اللي هو البيج بوس بقى بتاع الليله دي كلها الكبير قوي، وده بنقول عليه يا اما ريكتور، ريكتور او بريزيدنت اوف ذا يونيفرسيتي، رئيس الجامعه. لو سمعتوا حاجه جديده بليز شير اند لايك. يلا سي يو.